انت متاكده من اللي عم تحكيه؟ لك اعدم نظري اذا كنت عم كذب. وليش كنتي مخبيه عني نظيره؟ صراحه صفو، انا خفت يصير مشاكل بيناتكم. مشاكل؟ ليش في اكثر من هيك مشاكل؟ قلت لحالي يا بنت يا نظيره، يعني لازم تتاكدي من اللي عم تشوفي. على كل الاحوال انا في عندي مرأة لهونيك، واذا بدك بدي ادس لك من جديد. بتعرفي نظيره، اذا هالحكي مزبوط شو رح ساوي؟ شو رح تساوي؟ كل شيء بوقته حلو. قلتك يا حسام، بتعرف هيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. ما يعني بلا مؤاخذة وبلا منقولية، ما بدي اتدخل انا بخصوصياتها، بس يعني اذا دري العصفور الاولاني شو حيساوي فيك؟ راس ماله العصفور الاولاني معروف، يعني اذا زرقان زيادة بحط اجري هيك بظهره وبقول له روح دور لك على شي عش تاني يقاويك. بس يعني انت، انا حاسس انك كانك مليت منه هذا العصفور الاولاني. لك اخ يا حسام، شو بدي اقول لك؟ لقلك قال يا سفرجل ما اطيبك، بس كل عضه بغصه. معناته من هلا وريح ما بقى تغص منه. ادعي لربك بس يطلع العصفور الثاني مخلص ووفي لعشه اللي رح يقاوي. الخط اثنين بيرد انت. الو، اهلا اهلا. ثانية اذا بتريدي العصفور الثاني. ايه ستي، قصدي ايه حبيبي. ايه عن اذنك استاذ، شو الاخبار عندك؟ ممتاز ممتاز كثير مني، تسلم لي عينك. انا دوري بهي الشنطة، دوري منيح لبين ما انا دوري. حاضر حاضر. عمال ليك شو وين حاطه؟ اي شو هاد؟ انت الحق عليك يا صفوقة، يعني تركتي له الحبل على الاخر. اني ما بدك يا افلات. قال يا فرعون مين فرعنا؟ قال له ما في مين يردني. نظيرة. تحيته. وين؟ الحمد لله ما في غير اسمي مسجل، ما في ولا زوجي. ليكي حرام عليكي زنطي. يا موسر لا تفرحي كثير، مو ضروري تكون مسجلة. معقولة انت شو بتحبي الفاينة؟ شو قصدك؟ لك يعني يا ما في رجال بتعمل عملتها ولا من شاف ولا من دري. انت الثانية نظيرة ما عم بفهم عليكي. بدك تفهمي علي؟ ايه لحقيني لقلك لك. ها شحوبي. يا ستي وينخرب. طيب بلكي ما كان كاتب كتاب براني مثل ما عم تقولي لي. ايه بيكون الله نجاه منك ونجاهي اللي فضل عليكي وتجوزها كمان. لك انا ما عم تدخل بمخي هاي، شلون البنات بيعرفوا انه هدول الرجال متجوزين وبيتجوزون؟ شلون؟ لك ولي ولي رح نتف حالي منك. لك معقوله انت صفوها؟ مو معقول. شحوبه هلا من كل عقلك مفكرة انه الرجال رح يقولوا لهم؟ بصراحة نحن متجوزين. مزبوط ما بيقولوا لهم. وإذا قالوا لهم يا صفوقة نحن متزوجين، بيلفقوا طهم باطل على نسوانهم. تهم؟ مثل شو يعني؟ عدي على صبيعك لقلك، عدي عدي صفوقة لا تستحي. يا أما واحدهم بيقول مرتي ضعيفة، أو بيقول وصايخية مو نظايفية أو كسلانة، وعلى فكرة هي دارجة كتير بهالأيام. يا أما بيقول مرتي ما بتجيب ولاد، وصدقيني بيكون عنده منها عالولاد، يعني بصراحة بيكون حاططهم بالعتبة وعم بيعدهم بالقصبة وما عم يعرفهم إلا من طوائيون. طوائيون؟ لك ما معقولة أمجد يساويها؟ بيعملها ما بيعملها؟ ولك بيعملها. ايه ضيف رنا بيا حطينا بقى. قصته عجيبة غريبة. لك هذا يا ستي يا بني آدم يا إنسان، أشم